بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر أول جميع الحضور على حضورهم وتلبيتهم دعوة الجمعية العمومية. في البداية أتقدم لكم باعتذار رئيس النادي سيد عبد العزيز مرزوق ونائب الرئيس لظروف خاصة اعتذار مع حضور الجمعية العمومية مع تلبيتكم تحياتكم لكم. قبل ما أبتدي بالجمعية العمومية بدي اني اقول كلمه شويه حق للناس اللي عملوا. فاتقدم بالشكر اول شيء لرئيس مجلس الامه السيد مرزوق الغانم رئيس اعضاء الشرف على دعمه لا محدود للنادي المادي والمعنوي. كما اتقدم للسيد علي الضياء الغانم بدعمه المادي والمعنوي للنادي واولاده. كما أتقدم لكل من ساهم من الأخوان في تكريم الفرق الرياضية وأتقدم بالديوان الشحومي ممثل بالسيد أحمد الشحومي وديوان الفليت ممثل بعلزام الفليت وديوان الكويتاوي على تكريم الفرق الرياضية خلال الموسم. الحقيقة أبي أقول لكم شيء واحد، أن نادي الكويت حصل على كأس التفوق وللمرة السادسة في نقاط عدد نقاط 322 و6 من 10 وهذه المرة السادسة على التوالي بفارق 100 نقطة تقريبا على المركز الثاني. كذلك طبعا كثير من الفرق الرياضية حصلت على مراكز التفوق بالنادي. طبعا احنا بدورنا كمجلس إدارة تقدم الشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية، أعضاء النادي، الجهاز الفني، الجهاز الإداري، أولياء الأمور، اللاعبين، كل من ساهم في هذا الإنجاز، وإن شاء الله مستمرين في هذا الإنجاز، وإن شاء الله نحافظ على هذا التفوق بمجهود الجميع. ما نبخل على هالنادي من سواء مجلس إدارة أو أعضاء جمعية عمومية أو لاعبين إداريين، الجميع لابد أن نتكاتف عشان نحافظ على هذا المركز، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. ولا أنسى أتقدم طبعا للتحضير على الجمعية العمومية لإخوان أعضاء الجمعية العمومية اللي حضروا حق الجمعية العمومية هذه. كما أتقدم الشكر إلى مكتب الفزيع للتدقيق والحسابات والإخوان بالهيئة العامة للشباب والرياضة على دعمهم اللامحدود. وشكرا. ونبتدي الآن جدول الأعمال. طبعا جدول الأعمال في البداية تقرير مجلس إدارة النادي عن أعمال السنة المالية المنتهية ب 31/3/2016 فترة بين 1/4 حتى 31/3/2016. موافقة؟ طبعا التقرير الإداري والمالي احنا وافقنا عليهم. الآن الميزانية والحساب الختامي عن السنة المنتهية 31/3 والتقرير المراقب الحسابات. فترة المنتهية من 1/4/2015 حتى 31/3/2016. موافقة؟ مشروع الميزانية للسنة المالية 2016-2017 الإيرادات والمصروفات. موافقين؟ طبعا تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته نستمحكم أن يكون هذا من قبل مجلس إدارة أن يحدد مراقب المحاسب تدقيق الحسابات وتحديد مكافأته. موافقين على هذا؟ أشكركم على هذا على الحضور، وإن شاء الله موفقين وللأمام إن شاء الله. أشكركم. طبعا في بادرة من المشجع الأخ علي الكندري يبي يقدم درع حق مجلس الإدارة فإشفق هذا طبعا خارج Thank you.
حلو يا ابو سعود. عجبه كندر؟ يوم شيخ؟